ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كتاب ما سوء سيري كسبله شرح كتاب السنة والرد على الجهمية السنة والرد على الجهمية كرنا الإمام أبي عبد الرحمن عبد الله ابن الإمام أحمد ابن حنبل رحمهم الله تعالى كتاب إني كتاب السنة يم جهمية من بنكر كان فهما جهمية يم منولى صفة, صفة الله يم كتب الله تدا أدا التسعرش الجهمية أدا uh, Jahmiyah Ikhwani Saya kena ulangi Al-Jahmiyah adalah aliran yang uh, mengikut seorang ketua uh, Naam Fida Waalaikumsalam Nak beli kitab itu uh, Online ada Fida kalau nak online, rasanya ada PDF pun boleh download. Kalau tak beli pun tak apa. Lagi baik beli PDF. Cuba type, nanti insya-Allah saya akan bagi link. Boleh download je, mudah. Insya-Allah boleh download dan kita boleh ikut muka surat seperti saya insya-Allah. Baik, al-Jahmiyah, ikhwani, adalah pengikut seorang nama dia al-Jahm ibn Safwan. Al-Jahm ibn Safwan uh, adalah seorang yang sesat. Dia seorang ahli kalam. الجهم ابن صفوان، سبرتي منكة الإمام الذهبي رحمه الله، هو اس الضلالة و ومؤسس الجهمية. بمؤسس الجهمية، الجهم ابن صفوان، لاهر تاهون توجو بولو هجرة، مونينجال تاهون سراتوس دو لابن هجرة. جورو دِيَ أدرس أوغان كَتُوَ أهل بدعة، هي الجعد ابن درهم. الجعد ابن درهم ين منشل دي زمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر سبرتي من حديث صحيح مسلم بلا دتن دو تابعي من عندو عبد الله بن عمر بها وسنيا منشل سوران كتو اهل بدعه يا منافقا القدر اني ده حديث صحيح مسلم

نعم أه... نعم حديث يحيى ابن يعمر ايوه معبد الجهني و سبتة دي معبد الجهني دن معبد الجهني الجعد ابن درهم نعم أنتر بالين اول وجود كان بدعه دان كلوا اهل السنه الجعد ابن درهم الجعد ابن درهم الجعد ابن درهم اخواني آه دي ادله ملحد اوغم برتامو يا يعني وجود كان فهما الحاد يعني دي منافق كان صفه الله سبحانه وتعالى منافقاً كوجودا تهن داندي أدى مذهب التعطيل مذهب التعطيل أه سبقته جهم ابن صفوان اسس الجهمية قولوا لي أدله الجعد ابن درهم سبرتي ما نكرت قتيبة سبحان الله كانت إمام الذهبي بس الجهم ابن صفوان أه إمام الذهبي رحمه الله بس أل الجهد الجهم ابن صفوان قال وهو الذهبي نعم قال أس الضلالة ورأس الجهمية وأنه زرع شرا عظيما سبحان الله الجهم ابن صفوان إخواني بها يريد دي, دي تنم بنه كروسا كان عقيدة الجهم ابن صفوان قولوا الجعد ابن درهم الجعد ابن درهم منجدي جدي قولوا دم سبرتي ما اه اه إبن تيمية رحمه الله الجعد إبن درهم دي أدله بندق مروان إبن محمد خليفة تر الأخير دي بني مروان سبحان الله إبن تيمية رحمه الله قال كان انقراض دولة بني أمية بسبب هذا الجعد المعطل كتب إبن تيمية رحمه الله أنت السبب منذ أتبون تبون كجاتهندن كمستهان خلافة بني أمية أدله وجود الجعد بن درهم يندي بله سباي سباجي قرو خليفة الأخير مروان بن محمد الأموي أه إخواني الجهم بن صفوان قرو دي الجعد بن درهم الجهم بن صفوان أنت القصة هي كتاب الإمام البخاري الرد على الجهمية خلق أفعال العباد والرد. A'la al-Jahmiyah Eee uh, Naam Ni Waqala Abu Nu'aym al-Balakhi Kan rajulun min ahli maru Sadiqan li Jahm. Ada seorang Di kalangan maru Di kalangan penduduk maru Dia kawan kepada Jahm Ibn Safwan Jadi uh, Orang itu Ditanya Kenapa awak uh, Menjauhkan diri Daripada Al-Jahan Ibn Safwan فقيل له لما جفوته لما جفوته كنابا يعني ني كوان كبادا جهم ابن صفوان كنابا ان كو كان جهم قال جاء منه ما لا يحتمل جدي صحابة اتبون كوان كبادا جهم دي كاتا اكو قال قرأت يوما لي آية كذا فقال ما ما كان أظرف محمدا سواتو هاري أغايتو لباشا ستو آياء القرآن جدي جهم ابن صفوان dia macam mengejek dia kata mengejek Rasulullah dia kata uh, Muhammad ni lawak fa ihtamaltuha aku terima dia aku masih boleh tahan perangai jahm thumma qara al-qasas kemudian uh, orang itu baca surah al-qasas dia sampai satu ayat uh, bila orang itu baca surah al-qasas دسمقي ساتؤيذ سورة القصص الله سبحانه وتعالى سبوا درم سورة القصص الله سبحانه وتعالى سبوا مثل نبي موسى عليه السلام دن نبي موسى دن فرعون الله سبحانه وتعالى شريته وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين. سوره القصص اياتي قبلا بان بلا علماء اهل مروني بلا باتشا يعني وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى. Wa inni la adhunnuhu kathibin Fir'aun kata Eh wahai Haman Binakanlah untuk aku satu bangunan tinggi Cakar langit Supaya supaya aku sampai ke langit Dan tengok Tuhan Musa Musa berdakwa Tuhan dia atas langit Aku rasa Musa penipu Dahsyat ikhwani Betapa sombongnya Fir'aun Yang menafikan kewujudan Allah subhanahu wa ta'ala Di atas arash ataupun atas langit Maka uh, orang uh, maru ulama maru ini bila baca ayat ini Jaham Ibn Safwan marah qal ma hadha thumma rama al mushafa min hijri min hujrihi bi rijlay ya latif bila Jaham Ibn Safwan sampai ke ayat ini dia tak puas hati dengan ayat 38 surah al qasas dia campak al quran dan tolak dengan kaki dia fa علي. alay ya latif maka orang ulama maru ini bangun pukul dia dan juga suatu hari ada orang baca surah Ar-Rahman سوره طه هذا سوره علماء باشا سوره طه سمباي ايات الرحمن وعلى العرش استوى اية سوره طه قال اما والله لو وجدت كَاتَجَهَمْ اما والله لو وجدت سبيلا الى حكها لحككتها من المصحف كَاتَجَهَمْ جهم ابن صفوان بلا اد اوغن باشا سوره طه سمباي الرحمن وعلى العرش استوى ابن صفوان ده Sebab perangai Jahmiyah ni tak suka Ar-Rahmanu al 'ala al-'Arsy istawa. Mereka kan ayat ni bukti yang paling jelas bahawasanya Allah istiwa atas Arash Allah ada atas Arash Jahmiyah tolak kata uh, kata perawi kisah ini, eh uh, naam, uh, Abu Nu'aim al balkhi dia kata bila Jahm ibn Safwan dengar ayat ini Ar-Rahmanu 'ala al-'Arsy istawa dia kata Ama Allah, lalu jadu sambil, Ia haknya, lalu hakkutnya, dari Muzaffar. Kata Jaham ibn Safwan, kata kalau aku ada peluang untuk padam balik ayat ini daripada Quran, maka aku akan padam ayat lima Taha Tengok ikhwan, nampak tak betapa Jaham ibn Safwan uh, benci ayat Al-Rahmanu ala al arshi istawa. Sebab tu kita tengok. شو هو آية الرحمن على العرش استوى مستي اغن جهميه اكن كبناسان اخواني بيقول لي مين تقتل تلس الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى اخواني جهمياني دي كتاب انجيل المعطله تعطيل صفة الله سبحانه وتعالى منافقا صفة الله صفة الله التسعرش مريكا منافقا Sifat Allah bercakap, mereka menafikan kalam Allah. Mereka menafikan Allah teng tengok. Mereka menafikan Allah ada tangan. Mereka menafikan Allah ada kelihatan. Mereka menafikan Allah boleh dengar. Mereka menafikan semua sifat Allah. Maka kita panggil mereka Al-Jahmiyah Al-Mu'athirah. Bukan kita, ulama'. Ulama' panggil mereka Al-Mu'athirah. Baik, supaya kita tak panjang. Jom kita sambung kitab as sunnah. Di mana kita sampai... كتاب سمباي آه كتاب السنه والرد على كتاب كتتا من مغنائي يزيد بن هارون شيخ الاسلام. هاريني ان شاء الله كتاب نعتنق يزيد بن هارون سمباي يزيد بن هارون يزيد بن هارون إيه الامام الحافظ القدوه شيخ الاسلام. علماء بصاء شيخ الاسلام ابو خالد السلمي مولاهم الواسطي أنت علماء العراق دي ادله غورو بعد الامام احمد بن حنبل رحمه الله. قال ابو حاتم الرازي يزيد بن هارون ثقه امام لا يُسأل عن مثله. كاتا الامام ابو حاتم الرازي يزيد بن هارون ادله علماء بصا تهون تاهن دوراتوس دوراتوس ان هجره يمنينجال دي بولن ربيع الاول دي واسط ضيع العراق. دي إراء نعم كان يحفظ خمسة وعشرين ألف إسناد يزيد ابن هارون إخواني أدل سؤغة علماء بصا يعني كي تنقل بلاجة بس الديوني نأتقل كتا كتا دير دان كنبو تنقل كتا يزيد مم. حدثني أبو عبد الله محمد ابن العباس صاحب الشام قال سمعت يزيد ابن هارون وذك وذكرت الجهمية فقال هم والله زنادقة بلا أدل آه محمد ابن العباس صاحب الشامة آه Uh, aku dengar Yazid dan ada orang wa jahmiyah amamahu bila ada orang sebut nama jahmiyah depan dia faqal kata Yazid hum wallahi zanadiqah mereka zindiq yani orang kafir ataupun macam munafik lah. hmm? hum wallahi zanadiqah dahsyat imam Yazid طيب siapa dia Yazid ibn Harun jom kita kenal dia seorang ulama yang sangat disanjungi نعم يزيد بن هارون رحمه الله كنت و الامام الحافظ uh, الامام شيخ الاسلام الحافظ دياني انتر علماء حفل سباتو يزيد بن هارون رحمه الله قال دي انتر كتير uh, دي انتر كتير المو دي الحفل دي كتسباتو الحافظ حتى علي بن المديني علي بن المديني علي ابن المديني انا مريد أه, جورو البخاري علي ابن المديني اني ايه نابوس ورا استاذ فيدد ابو ماسونيا فيدد نعم زنديق فوزية زنديق يعني منافق كان فيدا كان ابوس ورا ساي سمعت يزيد بن هارون يقول أحفظ أربعة وعشرين ألف حديث يزيد رحمه الله كتب أه نعم أحمد بن أبي الطيب يقول علي بن شعيب كتب أكدنا يزيد بن هارون بركته أحفظ أربعة وعشرين ألف حديث إسناد ولا فخر تأدنغا Tapi suara saya jelas ikhwani. Ada masalah ke suara saya? Kejap kita tengok. Tak faham. Tak dengar? Ah suara jelas kat sini. Tapi suara saya jelas ikhwani. Hmm, ada suara. Nah, Yazid ibn Harun rahimahullah dia kata apa? Jelas ya, alhamdulillah. Nah. Yazid ibn Harun dia kata apa? Ahfazu 24000 hadis musnad wala fakhr. Yazid ibn Harun ikhwani kata apa? Aku menghafal 24000 hadis dengan sanad dia dan aku bukan nak bermegah. Subhanallah. Ada okey, alhamdulillah. Baik. Yazid ibn Harun Ikhwani, dia belajar dengan ulama seperti Khalid al-Haddha. Yazid ibn Harun yang lahir tahun 118 Hijrah. Yazid ibn Harun uh, lahir tahun 118 Hijrah. Uh, dia sempat belajar dengan ulama seperti uh, dia belajar dengan uh, Abdullah ibn Aun, saya dah sebut baru ni. ديا سمبا أبلاجرينغان عاصم الأحول دان حميد الطويل عاصم الأحول يأتي عاصم ابن أبي النجود عاصم ابن أبي النجود وسمع يحيى ابن سعيد الأنصاري دي سمبا أنغان علماء تابعي يحيى ابن سعيد الأنصاري دان شعبة ابن الحجاج رحمه الله شعبة أبو بسطام الإمام العظيم جدي جورو جورو دان شيخ يزيد عاصم الأحول عاصم ابن أبي النجود دن الإمام يحيى ابن سعيد الأنصاري إمام المدينة وسليمان التيمي وعبد الله بن عون وشعبة إني أنت العلماء يمن منجر يزيد يزيد أدله جورو كبار إمام أحمد بن حنبل دن يزيد juga جورو كبار يعقوب الدورقي يعقوب ابن إبراهيم الدورقي. دان يزيد أدله بعد إمام البزار، م? وابو بكر ابن أبي شيبة، وابو خيثمة، وعلي بن المديني ما شاء الله. دي جورك علي بن المديني. سبقه علي بن المديني. إين أداء؟ علي بن المديني أدله جورو إمام البخاري رحمه الله جميعا طيب سبقتوك إذا كان ناموا نامو سلف. نعم، علماء حديث واجب إخواني، سوف يغتكرنا. طيب. شكو إن شاء الله، يزي... من مغنائي يزيد، أتبقونا أبلاجية لكي. سبقت... الإمام علي المديني رحمه الله، علي بن المديني، لكاتا، ما رأيت رجلاً قط أحفظ من يزيد بن هارون. أكو تأبرناه جو بوس أوغان، تقوى بوكيتوكو أحفظاً لي يزيد. أكي، okay. أدري قصة مناري مغنائي يزيد، سيد كان كثير العبادة وكثير الصلاة. kuat semayang kerana ia pergi kathiran sehingga dia buta subhanallah nah dikatakan dia sampai jadi orang buta طيب kelebihan bukan dia seorang ahli hadis tapi ahli ibadah ahli zuhud eh uh, Yazid ikhwani dia ada mahaba Yazid ibn Harun ditakuti dan disegani oleh khulafa di zaman Harun al-Rashid di zaman al khalifah Harun al-Rashid Uh, ahli bid'ah tak mampu ataupun tak berani menunjul Kerana Khalifah Harun Rashid sangat sanjung uh, Yazid Ibn Harun Taib. Sebab itu, hatta apabila uh, Khalifah Al-Ma'mun Selepas kewafatan Khalifah Harun Rashid Pemerintahan ber, uh, beralih kepada Al-Ma'mun Al-Khalifah Al-Ma'mun dia seorang khalifah yang merosakkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebab dia azhar al-I'tizal wa azhar at-Tashayyu'. Al khalifah Al-Ma'mun dialah yang terima Ahli bid'ah. Dialah yang memberikan ruang kepada ahli bid'ah, ahli al-Kalam, maka ahli al-Kalam mereka dapat masuk dan menguasai uh, kerajaan dan menguasai jawatan-jawatan Kadi di kerajaan Khalifah Al-Abbasiyah di zaman pemerintahan Al-Ma'mun. Tapi Al-Ma'mun تأبراني دي زمن دي كتيك يزيد ابن هارون هدوب كتيك إمام يزيد ابن هارون مسي هدوب خليفة مأمون تبراني نا تنجل كان عقيدة المعتزلة وعقيدة الجهمية جو أخبرني الحسن بن شاذان الواسطي وكان محدثا من أحفظ الناس الحسن بن شاذان الواسطي أنت علماء هبت. علماء حديث وكان حافظا صبريو الحسن ابن شاذان، الحسن ابن شاذان. قال حدثني ابن عرعرة. قال حدثني ابن أكثم قال قال لنا المأمون. ابن أكثم كتب. ابن أكثم دي سوغان قاضي. نعم. قال لنا المأمون. ابن أكثم دي سوغان قاضي بوه ببريتهن خليفة المأمون. مأمون كتب كامي لولا مكان يزيد ابن هارون لأظهرت القرآن مخلوق يا لطيف المأمون كتا كلو كرانا يزيد ابن هارون مسيح أدا أكو أكن تجا كان عقيدة قرآن إتو بكان كلام الله تبي مخلوق سبق المأمون دي من يبلاه جهمية فقال بعض جلسائه أدا أغني دودو مع خليفة مأمون Ya amiral mu'minin wa man yazid hatta yakun wa Orang yang duduk pembantu-pembantu menteri-menteri podik pembodik podik al khalifah al-Ma'mun mereka kata wahai amirul muminin apalah Yazid ibn Harun siapalah dia sampai tahap awak takut dengan dia awak bertokok bertokia dengan dia kenapa takut sangat dengan Yazid qal faqala kata khalifah al-Ma'mun wa inni la attaqih li anna lahu sultanan aw sultanah كات المأمون اكو تا ريساو اكو تا تاكو اكو تا بيمبانغ دون يزيد بن هارون كرانا دي ادي سلطنة اتابو دي سلطان اكو تا بيمبانغ دير ولكني اخاف ان اظهرته ان اظهرته اني اخاف ان اظهرت القول بان القران مخلوق اخاف ان يرد علي خليفه مأمون كتبه Aku takut kalau aku tegakkan fahaman... ...Quran itu makhluk... ...aku bimbang... Uh, ...dia akan balas aku. Sebab kedudukan... ...al-imam Yazid ibn Harun... ...rahmatullah, kedudukan dia... ...di mana ramai orang segani dia... ...ramai orang hormat dia... ...disegani sangat. Jadi uh, Khalifah Makmum kata... ...kalau aku menunjulkan... ...dan aku seberkan fahaman... ...al-Quran makhluk... ...maka aku takut... ...Yazid ibn Harun... ...membidas aku... كمدين فيختلف الناس كمدين اوغان fitnah, wa وتكون فتنه وانا اكره الفتنه دن اكو تاكو بلا راي اكو dia بلا دي dia ada العلماء يزيد بن هارون خليفه مأمون تَكُوَّ دم قال فقال له الرجل فانا اخبر لك ذلك منه قال فقال له نعم قال فخرج إلى واصل فجاء إلى يزيد فدخل عليه المسجد وجلس إليه فقال له يا أبا خالد أدرس سؤغان بمبودئ خليفة مأمون بقي كواسط واسط دي إراق دم مسوء دلما يجلس يزيد بن هارون دل فدخل عليه المسجد دن دلو دل فقال له يا أبا خالد أبا خالد يعني يزيد بن هارون إن أمير المؤمنين يقرئك السلام ويقول لك إني أريد أن أظهر القرآن مخلوق قال فقال كذبت على أمير المؤمنين أمير المؤمنين لا يحمل الناس على ما لا يعرفونه يزيد ابن هارون أنك منيبو أنك تيبو أتس أنكم آه أنك منيبو بكت أنك منيبو أتس نامو خليفة أمير المؤمنين أمير المؤمنين لا يحمل الناس على ما لا يعرفونه فإن كنت صادقا فاقعد إلى المجلس فَإِذَا اجْتَمَعَ النَّاسِ فَقُلْ Oh dahsyat Yazid bijak sangat Yazid kata kepada seorang Ahli jawatan kuasa pemerintahan Al-Ma'mun Kan dikata Wahai Abu Khalid yani Wahai Imam Yazid Ibn Harun Khalifah Dikata Nak sebarkan di kalangan orang ramai Quran itu makhluk Maka kata Yazid Engkau menipu Hmm. Saya tahu amirul mu'minin Tak akan tergamak terpaksa masyarakat atas perkara yang mereka tahu. Kalau engkau benar, duduk فلما ان كان من الغد اجتمع الناس فقام فقال يا ابا خالد رضي الله عنك ان امير المؤمنين يقرئك السلام ويقول لك اني اردت ان اظهر القران مخلوق فما عندك في ذلك؟ قال كذبت على امير المؤمنين امير المؤمنين لا يحمل الناس على ما لا يعرفونه ولا وما لم يقل به احد Yazid kata engkau menipu Khalifah Ma'mun Ma tak akan paksa rakyat dia sebut satu akidah yang mereka tak tahu dan akidah yang tidak pernah disebut sebelum ini yakni di zaman Rasulullah di, zaman sahabat di zaman para tabi'i tak pernah ada orang ataupun berani kata Quran itu makhluk kecuali orang yang jahat di kalangan Jahmiyah wa qala uh, faqadima faqal, nah, faqala akh faqala يا أمير المؤمنين كنت, كنت أنت أعلم قال كان من القصة كيت وكيت قال فقاله ويحك تلعب بك تلعب بك آه جدي أغن تقبالي اسمه لك بعد خليفة لكاتا أكو رهجوب بو يزيد أكو تشيطة جيني جيني جيطة كأدير خليفة مو كاتا تنغو يزيد سانع بيجا دان همبر جاتو كان أوا طيب طيب إخواني سكاني كي تتنغو كاتا كاتا يزيد رحمه الله إخواني إن شاء الله جلس سابو يزيد ابن هارون جلس يا الله اخواني سبكه يزيد بن هارون رحمه الله طيب جم كتاباتشو ابوكات يزيد بن هارون من جهميه حدثني احمد بن ابراهيم قال سمعت يزيد بن هارون وذكر الجهميه فقال هم والله زنادقه عليهم لعنه الله كات احمد بن ابراهيم أكدهنَّ يزيد بن هارون، dan ada orang sebab mengenai جهمية dibelakang dia maka kata هم والله زنادقة. Kata يزيد ابن هارون جهمية ادله orang زنادقة يعني منافق عليهم لعنة الله. بعدين كان إخواني كنبو يزيد ابن هارون من لعنة جهمية. ننتهي تاتي قا، إيه طيب. حديث رضي حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال سمعت شاذ ابن يحيى وأثنى عليه خيرا قال حلف لي يزيد بن هارون في بيته والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم من قال القرآن مخلوق فهو زنديق <زندقاش> <متحدث breakthrough> يزيد بن هارون كتب لدؤ دي رومه يعني يزيد بن هارون سمح والله الذي لا إله إلا هو دمي الله ينتهي تهان كتشوالي الله كتشوالي عالم الغيب والشهادة الله يا يعني ادا المغيب من قال القران مخلوق فهو زنديق بلان يا من دعوة القران ايتو مخلوق ما كدي سوران زنديق منافق طيب حديث 56 حدثني ابراهيم ابن عبد الله بن بشار الواسطي كي بان الواسطي سبب يزيد رحمه الله انت علماء واسط يندك بغداد قال كنا عند يزيد ابن هارون كم ادد يزيد ابن هارون وشاذ ابن يحيى يناظره في شيء من امر المريسي وشاذ ابن يحيى يناظره في شيء من امر المريسي شاذ ابن يحيى مم. شاذ ابن يحيى انت ترى ان يزيد دي bercakap dengan dia berbincang المريسي المريسي اخواني المريسي الذي و وهو يدعو علي يزيد دعاء supaya الله كان بشر. فتفرقنا على ان يزيد قال: من قال القران مخلوق فهو والله الذي لا اله الا هو زنديق. مم. طيب اخواني انا دو اخواني مين تقتلن شير ان شاء الله؟ ده شير كل يعني بيع وراما ان شاء الله دب فائده بيع وراما يدب فائده كل يهني ان شاء الله. طيب سبوا بشر المريسي. بشر المريسي ادله انا مريد ستيرك الجهم ابن صفوان. Bishr Al-Marisi Dia ahli kalam ahli kalam eh uh, Bishr Ibnu Ghayath Al-Marisi Al-Baghdadi dia ulama Baghdad uh, dia belajar dengan Ahmad Ibnu uh, dia belajar juga dulu sedikit hadis dia belajar sempat belajar sedikit daripada Ahmad bin Salamah belajar dengan Sufyan bin Uyainah tapi wa fil kalam tapi dia sesat dulu dia okey Bishr al-Marisi kan mutakalliman bari'an ni kata Imam Az-Zahabi dalam kitab uh, Syiar Alam Nubala Bishr al-Marisi ikhwani peringkat awal dia seorang uh, tak ada butan syair ai dia betul saya ada syair tadi Cuba tengok Tadi ada ada share boleh? Boleh share. Hmm. Dah ada, okey. Hmm, baik. Bishr Al-Marisi, ikhwani, peringkat awal, dia belajar hadis. Dia menjadi anak murid kepada Hamad Ibn Salamah. من جدي انا مريد كبار سفيان بن عيينه ونظر في الكلام تابيدي بانيا بانيا بردبا بقى الكلام الكلام أوان تفهم الكلام يعني اخواني جونا كان اكل جونا كان منطق فلسفه سبرتي اهل الكلام سبرتي اهل البيدع عادي شو الكلام فغلب عليه وانسلخ من الورع والتقوى وجرد القول بخلق القران مش المريسي دولو دي برنكا اواد يقول سلنا تابي عندي جونا كان بقى الكلام Uh, sebab tu ikhwan ni nasihat jangan kita banyak berdebat dengan ahli bid'ah ah. hmm? jangan berdebat dengan orang bid'ah ah. jangan masuk dalam ilmu kalam tengok apa yang berlaku kepada Bishr Ibn Ghayyath Al-Marisi peringkat awal dia belajar hadis tapi kemudian kata Imam Zahabi bila banyak uh, apa ni uh, subhat dan uh, masuk dalam bab Al-Kalam uh, mula tolak Al-Quran eh, Naam Kemudian dia eh, gunakan ataupun bangkitkan fahaman Jahmiyah dan dia kata Al-Quran bukan kalam Allah dia kata Al-Quran itu makhluk dan da'a ilai hatta kana ayn al-Jahmiyah fi asrihi wa alimihim sehingga daripada ahlul hadis Bishr al-Marisi berubah kerana banyak berdebat banyak belajar ilmu kalam banyak belajar falsafah dan mantiq, menjadi seorang Jahmi dia menolak sifat Allah منجدي سوغان آه يانغ سسان، من منجدي علماء جهميه فما قاته اهل العلم وكفره عده من العلماء، رامي علماء كافر كان بش المريسي، مريكا ان ابليس باقي كافر ولم يدرك جهم ابن صفوان، ليس تاسمك بعدين جهم ابن صفوان المدير قال البويطي، هذاك البويطي انا مريد امام الشافعي، سمعت الشافعي يقول ناظرت المريسي فقال القرعة قمار فذكرت له حديث عمران بن حسين في القرعة ثم ذكرت له قوله لأبي البختري القاضي قال شاهدا آخر وأصلبه سبحان الله علماء مستو سنع مغا علماء حديث حتى إمام الشافعي رحمه الله بانيا بردبأ دينا بشر المريسي إمام الشافعي إمام الشافعي رحمه الله إمام الشافعي إمام أهل السنة إمام أهل الحديث إمام الشافعي بانيا بردبأ دينا بشر المريسي Sebab Bishr al-Marisi tolak hadis, ambil pendapat. Kita ikhwani dalam sunnah ada hadis mengenai qura'. Qura' yani uh, kita panggil qura' yani undi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara sunnah Rasulullah buat undi, cabut undi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara sunnah dia cabut undi. Tapi Bishr al-Marisi mana ahli ra'i mereka tolak hadis. Dikata cabut undi ni adalah qimar Walaupun إني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم علماء جهمية نعم طيب تا... تا أو تايكو أول الجهمية ستألِر ستفهم أهل بدعة ما المعتزلة معتزلة المعتزلة القدرية المرجئة المعتزلة. الجهمية بنعساس الجهم ابن صفوان الجهم ابن صفوان لاهر تهون 78 Hijrah ataupun 80 Hijrah dan dibunuh tahun 128 Hijrah. Al-Jahm ibn Safwan dia banyak menggunakan ilmu kalam, ilmu falsafah. Kemudian Al-Jahm ibn Safwan menafikan segala sifat Allah Subhanahu wa taala seperti sifat al-kalam mereka kata Allah tak bercakap Allah tidak melihat Allah tidak mendengar Allah tidak ada atas arasy golongan ini yang kita panggil an-nufa atau al-mu'attilah mereka ta'til ta

Mereka kata Allah tidak bercakap, Allah tidak tidak melihat, Allah tidak mendengar, Allah tidak ada ilmu, uh, 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 Allah tidak tahu pasal ilmu qadar, uh, Rusia boleh buat amalan sendiri. Nampak? Mereka menafikan ilmu Allah dan mereka banyak guna ta'wil. Sebab tu ikhwani, orang, uh, uh, orang jahmiah ni, dia dengan pendapat jahmiah dan pendapat al-mulhidin, al-mulhid yang ni atheist, Al-ilhad

atheist. Ayuh Wan, barakallahu fikum Wan. Masya-Allah. Jazakallahu khair Wan. Wan Faisal dikata atheist. Jazakallahu khair. Ayuh Abu Bakar, masya-Allah ada. Aina ada atheist ni? Eh? Atheist. Naam. Uh, kalau tanya orang atheist, ada tak Tuhan? Mereka kata tak ada. Sama Jahmiyah ni sama dengan atheist. Atheist. Sebab mereka menafikan sifat Allah. Mereka kata Allah tidak melihat Allah tidak atas arash إلى أوقات تانية الله يهدي منا دي, دي تأتهم كتاب أملني معطلة سمعت الله سبحانه وتعالى سوى أقوال القرآن بل سورة الأعراف كل تأسئلة آية سراتوس الله يكتب ولله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أيوة سورة الأعراف أي أيوة بروب ولله الاسماء الحسنى ولله الاسماء الحسنى ايات ايات سلطان نعم ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون سيجزون ما كانوا يعملون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الله سبحانه وتعالى سبون الله هذا نامو نامو ينبي ينشنتي السميع البصير القوي المتكبر الجبار اللطيف القهار الخالق سموني نام الله الله, الله كذا فادعوه بها كلا دعاء توسل توسل من الله دعاء من الله. الله من تأ نام نام الله تبي الله كاتب وَذَرُ الذين يلحدون في أسماءه تِنْجَلْكَنَ كان قولوا أسيس يا منافقا يا ناموا الله. أي سراطة سراطة اخواني القران معنا القران قران من اهل الحديث قران من اهل السنه تبي الجهميه والمعتزله يا الله Mereka ini sangat-sangat benci al-Quran. Tapi mereka tak berani kata kami tak suka al-Quran. Kalau mereka terus menolak al-Quran, maka nampak sangat mereka ni kufur kepada Allah. Tapi mereka tak kata kami tolak al-Quran, mereka takwil. Mereka akan guna Hilah lagi licik iaitu ta'wil ayat al-Quran. Barakallahu fika Abu Bakar. Naam. Al-A'raf walillahil asmaul husna فادعوه بها وذروا الذين يلحدون يلحد يعني من هو صفه الله؟ الودود، الرحيم، القوي، السميع، البصير، اخواني الله سبحانه وتعالى هذا صفه بانيا بكره هني يدوب صفه ما شاء اهل الكلام معتزله جهميه بركة هاني يدوب صفه الله سبحانه وتعالى هذا صفه بانيا بانيا Tapi kenapa mereka hadkan? Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala ikhwani selalu sifatkan dia dengan sifat-sifat yang mulia. Allah Subhanahu Wa Taala sifat paling kita kena Allah. Bagaimana? Al-Rahman ala al-Arsh istawa. Al-Ulu. Allah Al-Ali, Al-Muta'ali. Mereka tolak. Mereka Allah tak ada atas langit. Mereka tolak kewujudan Allah atas. Tapi capal boleh pula naik atas. Subhanallah. Puak-puak ni jahmiah ni. سبحان الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا تنقل كان جاو كان ديري أهل بدعة أهل جهمية وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون سيجزون ولكن أكن بلسان الله سبحانه وتعالى بلسان يستنبل Jadi اخwani Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala kritik kritik, penyembah berhala kerana tuhan mereka tak ada sifat tak melihat eh tak melihat tak bercakap tidak uh, ada ketinggian tidak uh, uh, apa ni uh, duduk atas arasy dan atas semua makhluk penyembah berhala dia sembah benda yang tak tak, tak melihat tengok تعمليها تعبد شكا سمعتوا النبي ابراهيم عليه السلام كاتكا على يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر سوره مريم يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا نبي ابراهيم كاتكا على وهي ايه من يبقى انكا وسمبه لا يسمع تعمليها تعمليها تقولي بانتو، تا ابو اللي باقي منفعة، تا ابو باقي مضرة، الله سبحانه وتعالى مليها الله سبحانه وتعالى أدى ماتر، بوكان سبرتي كيتر. الله سبحانه وتعالى أدى كليهة، بوكان سبرتي كيتر. الله سبحانه وتعالى أدى وجه، تابي بوكان سبرتي كيتر. سمعتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كشف الله <coughs> لو كشف الله عن وجهه لاحرق لأحرقت سبحات وجهه يا سلام سبحات تقوم حديث حديث يمن صفة الله سبحانه وتعالى حديث صحيح أنت ترى لما صفة الله أنت ترى ين يسبو في حديث صحيح تبي مريكة أمي تقوم حديث ني. حديث صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات قال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام الله سبحانه وتعالى تدا تدور دا تدا أكن تدور تدا بات بقي الله تدور يخفض القسط ويرفعه الله سبحانه وتعالى تنقل أه 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 يخفض أه يعني كرا كان تبعن دان أنك يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار أكن دي أنك عملا عملا ما نسي دي وقت ملام سبلهم ما نسي وقت سيان بس حجابه النور Hmm. Kalau kashafahu la ahraqat Allah Subhanahu wa taala kalau alihkan penghalang yang penghalang cahaya-cahaya yang Allah Subhanahu wa taala ada wajah tapi wajah Allah bukan macam kita. Wajah Allah ada cahaya. Kalau Allah Subhanahu wa taala alihkan penghalang yang menyekat cahaya wajah Allah daripada kami, kalau tidak ada penghalang, cahaya wajah Allah boleh bakar semua makhluk. Maka Allah ada wajah tapi bukan seperti kita. Tiba-tiba Al-Mu'attilah, Jahmiyah yang menafikan sifat Allah, mereka kata Allah tidak ada wajah. Tapi tak berani mereka nak lawan sebab Allah Subhanahu wa taala kata, "Wa yabqa wajhu rabbika dhul wal ikram." Allah Subhanahu wa taala ada wajah tapi bukan seperti kita. Allah Subhanahu wa taala ada tangan tapi bukan seperti seperti tangan kita. Allah Subhanahu wa taala ada jari bukan seperti jari kita. Allah Subhanahu wa taala ada genggam bukan seperti genggam kita. Ada yaliqu bi jalali wa ma qadarullah haqqo qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah. Semua bumi dan langit sekali Allah genggam sekali. Ada genggam, bukan seperti kita. Ikhwani, ini sifat-sifat Allah yang dinafikan oleh Jahmiyah. Maka Jahmiyah ni akan menjadi sama tahap dengan atheis. Kenapa? Tengok Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memperlekehkan berhala yang disembah oleh manusia. Contoh, berhala patung anak lembu yang disembah oleh Bani Israel bila mereka sesat. Allah kata apa? Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Allah kata, bagaimana Bani Israel boleh sesat dan sembah patung anak lembu? Alam yarau annahu la yukallimuhum? Tidakkah melihat, mereka melihat bahawasanya patung berhala yang mereka buat tak bercakap? Berhala tak bercakap, tapi Allah bercakap. Inilah isu yang membezakan dan memisahkan antara kita ahlu Sunnah dan ahlu Bidah di kalangan Jahmiyah al-Mu'attilah yandi la'nan yandina ala ulama kenapa ulama salaf melaknat orang Jahmiyah kita kembali kepada uh, al-Imam uh, Yazid ibn Harun rahim, rahimahullah طيب. طيب إخواني يزيد ابن هارون رحمه الله قال سمعت يزيد ابن هارون وذكر الجهمية فقال هم والله زنادقة زنادق عليهم لعنة الله الله أكبر Yazid ibn Harun bila disebut Jahmiyah depan dia dikata mereka ini demi Allah mereka ni zanadiqa yani munafiq alaihim la'natullah di la kenapa ulama dulu seperti Yazid ibn Harun yang menjadi guru kepada Imam Ahmad bin Hanbal melaknat orang Jahmiyah sebab mereka ni menafikan sifat-sifat Allah dan mereka menafikan bahawasanya Allah bercakap. Baik, kita tengok lagi insya-Allah kita kita dah baca yang ni. حدثني عباس العنبري أن ترى علماء حديث حدثني شاذ ابن يحيى قال لي حديث جوي سمعت يزيد بن هارون يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر وجعل شاذ ابن يحيى يلعن المريسي الله أكبر سبحان الله إخواني عباس العنبري من كان دي تشيتك بعد أكون من شاذ ابن يحيى شاذ ابن يحيى أدله أنا أريد يزيد بن هارون دي برينكا أحمد بن حنبل يقول يزيد بن هارون بركاته من قال القرآن مخلوق فهو كافر الله أكبر يعني بركاته القرآن أنت مخلوق ما كافر كافر وجعل شاذ بن يحيى يلعن المريسي طيب كنت تسكال كنت علماء سلف ملعنة مريسي كنابو إمام كنابو إخواني علماء سلف ملعنة مريسي المريسي بشر المريسي سكالجي كتا بشر المريسي كتا سبوء تدي بقيمان إمام الشافعي رحمه الله ناظرت المريسي فقال القرعة قمار فذكرت له حديث عمران بن حسين في القرعة كمدين الشافعي رحمه الله بلا بردبا لغن بشر المريسي اللعين يعني دي لعنة إمام الشافعي رحمه الله بردبا لغن دي مغنائي إيشو القمار القمار من تبعف مغنائي القرعة القرعة شابو اندي شابو اندي كمديان المريسي كتا القرعة شابو أنديني ساتو قمار ساتو يعني كونونيا uh, ساتو أملا يعني كتبان الاقوى القمار uh, الله أكبر قمار اقوى دلما حسن جودي mm, جودي المريسي لعنه الله بش المريسي دي كتا القمار uh, uh, القرعة أدله قمار سبحان الله القرعة قمار ما فذكرت له حديث كات إمام الشافعي رحمه الله أكو سب كبار بشر حديث ين صحيح حديث ين صحيح نعم برتارو أيوة إمام الشافعي بوا حديث أعطيكم إمام الشافعي يكو حديث سبحان الله إيه إمام الشافعي رحمه الله بوا دن تنجو كبار بشر البريسي حديث صحيح عمران بن حسين di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gunakan uh, cabut undi. Di antara isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau nak bagi jauh dia akan cabut undi siapakah di mana di antara siapakah di antara isteri-isteri baginda alaihi salatu wasallam yang akan ikut baginda. Tapi Bishr Marisi tolak. Sebab apa? Gunakan akal. Dia tak nak sunnah. Naam. Baik. Wa qala Abu Nadhr Hashim Ibn Qasim kana walid Bishr Yahudiyan. Ah, tengok. Jadi

<clears throat> no. أستاذ من صفة ماروسيا ما دولا الله سبحانه وتعالى كتب من يضلل الله من يضلل الله فلا هادي له. الله سبحانه وتعالى ده سس تأكد دبأ إخواني. خصوصاً بلا ماروسيا من القرآن الحديث Allah Subhanahu wa taala kata apa? وَالَّذِينَ kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min لَا la ya'lamun. Orang ikhwan ingat. Sekali awak mula tolak al-Quran dan hadis, itulah tanda awak mula jatuh kepada kesesatan. Itu je. Datang hadis sahih, awak tolak, ingatlah inilah langkah pertama awak langkah ke dalam kesesatan wallahi billah. Jangan Jangan sekali-sekali, -sekali, sekala. Sekali menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah kata وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ sanastadrijuhum min لَا la ya'lamun Allah akan istidraj Allah akan tengok kalau hamba dia kalau hamba dia mula menolak ataupun membantah hadis sahih Rasulullah ataupun bantah al-Quran Allah kata akan istidraj dia Allah akan bagi ruang dia akan glema dia akan terkenal bishal Marisi bukan tak terkenal dia mati dah mampus tapi fikrah dia ada sekarang Fikrah, ideologi Bishr al-Marisi, Al-Jaham Ibn Safwan, Al-Jahad Ibn Durham. Tiga tokoh utama Al-Jahmiyah. Tiga tokoh utama yang menafikan kewujudan Allah atas At Arash. Dan menafikan sifat Allah. Tiga tokoh ini. Ingat, Al-Jahad Ibn Durham. Al-Jaham Ibn Safwan. Bishr al-Marisi. Tiga yang dilaknat oleh ulama' sunnah. Dilaknat. Dilaknat, dikafirkan. Ingat, Al-Jahad Ibn Safwan. الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وبشر بن غياث المريسي تبي سؤالا سائل تأتر جواب امام احمد امام الحميدي تأ اديساتو علماء تركنا علماء سنه ديت الله بواتساتو كتاب من بيدس بشر المريسي سبوري <applause> <applause> Saya tak soalan saya tak terjawab lagi. Siapa dia? Ulama sunnah, ulama hadis yang buat kitab untuk membidas al-Marisi Allah Okey. Bishr al-Marisi, hmm, ni uh, al kitab pun dia tulis. Mubtadi'un dal, ahli bid'ah yang sesat. تفقه على أبي يوسف، فبرع وأتقن علم الكلام. دي سبتي مناسكته. دي بلا جامو الكلام. ثم جرد القول بخلق القرآن. كموديان دي له يان ممجمع بانجي. دي يان ااا بوا بانجي قرآن إتو مخلوق. دان دي منافك إن صفاء صفة الله. ولم يدرك جهم ابن صفوان وإنما أخذ مقالته. وليتأسف بقجب جهم ابن صفوان تاب دي أميق بدبق جهم دان الأميق كتاب دي. واحتج لها ودعا إليها. قال أبو النضر هاشم ابن القاسم كان والد بشر المريسي يهوديا أيه بشرني او يهودي الله أكبر سمعتوا إخواني يا الله دان قتيبة ابن سعيد قتيبة رحمه الله أنت علماء حديث لكاتب بشر المريسي كافر وقال أبو زرع الرازي بشر المريسي زنديق وقال الخطيب البغدادي حكي عنه أقوال شنيعة أساء أهل العلم قولهم فيه نعم علماء سموا بيدة دير وكفره أكثرهم رامي علماء سنة من كفر كان دير سبحان الله نعم طيب إخواني أول تأجوا سؤالاً لقي سبك علماء ينبوء كتاب خاص أن من بيدا بشل المريسي لكن كتاب إن شاء الله سأكون أجانتي أنتي ستلا حبيس كتاب إن شاء الله عبد الرحمن ابن مهدي؟ لا، لا عبد الرحمن ابن مهدي ممن من بيدس جهمية Bukan Abdul Rahman Ibn Mahdi, tak? Bukan, bukan. Ada satu kitab. Hmm. Okay, saya tunjuklah. Saya tunjuk je, saya tak akan cakap. Saya akan tunjuk kitab dia. Eh? Inilah kitab dia. Inilah kitab ulama' yang membidas Bishr al-Marisi. Baik, siapa dia? Apakah nama ulama yang hebat yang membidas Bishul Marisi? Saya dah bocorkan jawapan. Bukan Akhir Zainuddin. Imam Ahmad memang membidas. Membidas Jahmiyah. Naam. Dan membidas Bishr. Tapi tak kitab khusus yang sangat pedas, yang sangat kutuk dan memang menunjukkan kesesatan Al-Bishal Marisi. Tu saya bagi nama tu. Tu nama ulama tu. Al-Imam. <laughs> Al-Imam. Aduh. Macam mana orang kita ni? Tak ingat ke? Lah. Bukan-bukan. Ni Halazi. Ni nama ni, Imam. الإمام يا الله أي أيوة عثمان بن أيوة مجاهد الدارمي آه تربية مجاهد كيف لا ترى الإمام الدارمي عثمان بن سعيد رحمه الله عثمان بن سعيد الدارمي أيوة حسب حسبي بك أبو رحمن عثمان بن سعيد الدارمي Nah. Aduh, cepat lupa anak murid saya ni. Macam mana ni? Ayu Abu Ghazi Ad-Darimi rahimahullah. Ad-Darimi dialah yang membidas dan membalas. Insya-Allah kitab dia kita akan belajar insya-Allah. Tapi kita habis kitab Imam Ahmad. Baik. <coughs> Jadi dah kenal Al-Marisi, Al-Marisi pun dia ada faham, ada aliran. Kita panggil Al-Marisiyah. Seperti mana Jahm Ibn Safwan ada aliran Al-Jahmiyah, yang menafikan kewujudan Allah atas arash Bishr al-Marisi pengikut dia sama kita panggil al-Marisiyah. Naam. Tapi dia sama dengan al-Jahmiyah. Tapi al-Jahmiyah lebih terkenal. Kerana al-Jahm Ibn Safwan lagi dahsyat. Kerana al-Jahm Ibn Safwan tidak salat. Maka 40 yauman la yusalli. Tidak salat. طيب سامبو إن شاء الله حدثني أبو جعفر محمد بن الحسين من إبراهيم ابن إشكاب قال سمعت أبي يقول سمعت أبا يوسف القاضي أبو يوسف القاضي أنت العلماء أنا مريد أبو حنيفة يقول جئوني بشاهدين يشهدان على المريسي أو يشهدان على المريسي والله لأملأن ظهره وبطنه بالصياط يقول في القرآن يعني مخلوق امام ابو يوسف القاضي ابو يوسف القاضي يعني انت قاضي علماء قاضي نعم جئوني جئوني بشاهدين سبق اوغم بانيا منادو دان هانتا لابوران كبار قاضي لزمن خلافه ابو جعفر المنصور رسني خلافه بلا يعني ابو يوسف القاضي دكاتو بوء كبار اكود وسأسي mengenai mereka akan saksi atas kata-kata Michel -kata Marisi. Demi Allah kalau aku tangkap dia, aku akan sebab belakang dan perut dia dengan camati. Siapa kata Abu Yusuf Al-Qadhi? Kerana Michel Marisi kata Al-Quran makhluk. Nah. Ni kata Abu Yusuf Al-Qadhi. Dia anak murid Abu Hanifah. Jiuni bishahidain yashhadani ala al-Marisi. والله لأملأن ظهره وبطنه بالسياط. كتبوا الا ساسي ينجدي ساسي اتس المريسي دمي الله اكو أكن سب المريسي بل كان دان برو شماتي. يقول في القران انه مخلوق براني كاتب القران ايتو مخلوق طيب حدثني عباس العنبري حدثنا شاذ ابن يحيى سمعت يزيد ابن هارون وقيل له من الجهميه؟ ايوه اوغن من الجهميه؟ سيبكاه جهميه فقال كت زياد من زعم ان اي أيوة ورغني من زعم ان الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامه فهو جهمي سب جهميه يا كت يزيد بن هارون رحمه الله بل سب الرحمن على العرش استوى بكن سبرتي منه yang difahami oleh orang ramai maka dia jahmi jahmi apa maksudnya ikhwani maksud Yazid bin Harun manusia fitrah manusia fitrah manusia bila nak berdoa fitrah manusia bila berdoa nak berdoa minta dengan Allah manusia tengok ke langit ke tengok ke bumi bila kita nak berdoa kepada Allah kita minta ya Allah mata kita tangan kita melihat ke atas ke melihat ke bawah boleh jawab tak? Ya Allah. Kelangi. Ah. Ini kita panggil apa ini yang kita panggil ma yaqirru fi qulubil amma orang awam dalam hati dia kalau awak tanya orang awam yang tidak dirosakkan dengan fahaman ahbash ataupun tidak dirosakkan dengan fahaman jahmiyah dan sekarang ni kita panggil asy'ara kolonial asy'ara orang awam kalau tidak lagi dirosakkan dengan fahaman jahmiyah kalau tanya awak nak doa ke atas ke ke bawah mesti dikata aku doa ke atas kenapa kerana ini fitrah manusia kerana ma, ma manusia orang awam kerana orang awam tahu Allah Subhanahu Wa Taala atas tinggi. Tak akan kata Allah di bawah tak kaki. Sebab tu fahaman yang kata Allah di mana mana ini fahaman jahmiyah. Ini fahaman lebih teruk daripada Jaham Ibn Safwan dan Bishr Al-Marisi. Lagi teruk sekarang ni. Sebenarnya, ikhwani, yang dipanggil Asyairah sekarang ni, Asyairah sekarang, kalau kita tengok fahaman mereka, cuba tanya orang yang pegang fahaman Asyairah. Di manakah Allah? Dia tak akan kata Allah atas arash. Tak akan. Dikata Allah di mana-mana. Ataupun jawapan mereka, Allah tidak bertempat. Ya, memang Allah tidak bertempat. Tapi ini uh, fahaman yang akan mirip fahaman uh, Jahmiyah. Allah tidak bertempat, tapi Allah Subhanahu wa taala kata Ar-Rahmanu 'ala al arshi istawa. Terbaik mujahid. Ini fitrah manusia. Inilah maksud Yazid ibn Harun. Ini maksud Yazid ibn Harun. Faham ikhwani? Faham? Yazid ibn Harun bila ditanya, من الجهمية؟ شبكه جهمية؟ قال من زعم أن الرحمن على العرش سواء على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي أغن يم من تأويل أتبون تفسير ين من تفسير الرحمن على العرش سواء سلاين فهما أغا عوام ما جهمي سبب كالو كنت تتقو فهما أغا عوام ميما أغا عوام دلن فطرة دي تهو الله أتس دي تأكن تا الله بواه تأكن تاكل كات الله دلَمْ تَصْفَرُ الله دلَمْ بُرُود تاكل كات الله دي منا منا كيتان مريكو الله برادة دلَمْ تنداس الله دي الله الله سبحانه وتعالى إكو كات الله الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى سبحان الله سبحان الله طيب أخي سكال ان شاء الله كي تنقهبس اخواني حديث النمبلة حديث النمبلة ان شاء الله ممكن سوره كي تدا سامباي ممكن سوره 98 حدثني اسحاق ابن بهلول قال قلت ليزيد ابن هارون اسحاق ابن بهلول سابوني اسحاق ايوه هذا اثر صحيح ما شاء الله اخرجه ابو بكر الخلال في السنه تengok اخواني كتاب اني bukan hanya كتاب امام احمد semua حديث دن كته علماء او كتاب ابو بكر الخلال السنه سبحان الله طيب اسحاق ابن بهلول ابن حسان ثقه مترجم في سير الأعلام سوره علماء ثقه وذكره الدارقطني طيب حدثني اسحاق ابن بهلول سؤال علماء ثقه قال دي انا مريد يزيد دن دي سبايا امام احمد بن حنبل قلت ليزيد ابن هارون اصلي خلف الجهميه اسحاق ابن بهلول تانيا يزيد ابن هارون بوليك اكو صلاة كان جهمية قال لا تيغو اخواني سامو كان سامو تا يزيد ابن هارون مع علماء لاين سامو امام مالك رحمه الله امام مالك ابن انس امام سفيان ابن عيينة زوم علماء امام احمد كاتا امام احمد إين امام احمد كاتا جان صلاة بلكن جهمية تيوني. ني موكا سوراء اوكو، اين ادا؟ ننام بولو ساتو. اين ادا؟ دهلوب ولاتو. دهلوب ولاتو. الإمام احمد ريتانيو. سمعت ابي يعني عبد الله كاتر اقول لنا اياه اكو امام احمد، عبد الله انا امام احمد. يقول: من قال ذلك القول يعني ينكتر قرانيتو مخلوق لا يصلى خلفه الجمعه، او غينيا من دعوه القرانيتو مخلوق تيدابولي صلاه الجمعه بلا ولا غيرها صلاة العين جان صلاة بلاك أون جهمية إلا أن لا ندع إتيانها شو مكامي تدا سر أو عوام كان صلاة جمعة فإن صلى رجل خلفه كلو كي تسلا صلاة بلاك أون جهمية أعاد الصلاة كلو كات كان تعد بلوان كي تسلا صلاة بلاك أون جهمية كي تبولي أولان صلاة بلاك سول بولي أولان صلاة كي تسمولي يعني كان كات القرآن مخلوق Nah. Jadi itu pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad ambil daripada mana? Bagaimana Imam Ahmad keluarkan fatwa bahawasanya tidak boleh solat belakang Imam Jahmiyah sebab dia daripada guru dia. Siapa guru dia? Yazid ibn Harun. Siapa lagi? Waqi' ibn Jarrah. Siapa lagi? Abdul Rahman ibn Mahdi. Siapa lagi? Sufyan ibn Aynah. Ni semua ikhwan adalah guru Imam Ahmad. Abdullah ingat Abdullah bin Idris. Ingat tak? Waqi' Al Mu'tamar Ibn Sulaiman, uh, wa Qati' Ibn Al Jarrah, Abdullah Ibn Idris, Sufyan Ibn Uyaynah, Abdul Rahman Ibn Mahdi, kemudian Yazid Ibn Harun wa Ali Ibn Al Madini. Barakallahu fikum Rasanya semangat juga, boleh sambung sikit lagi. Hmm. Jama'atu min ulama, kita tengok kata-kata ulama juga mengenai Al Jahmiyah dan bagaimana ulama sunnah mengkafirkan Jahmiyah dan membidas dan melaknak mereka. Baik, kita masuk uh, kita dah habis يزيد بن هارون رحمه الله كتاب بكي كباديه مكسورا جماعه من العلماء حدثنا احمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال سمعت ابي ايهديا يحيى بن سعيد القطان يقول سمعت معاذ بن معاذ يقول من قال القران مخلوق فهو كافر الله اكبر نعم معاذ بن معاذ ان ترى علماء حديث قال ابو عبد الرحمن ابو عبد الرحمن يعني يا كتاب أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن يعني عبد الله أنا إمام أحمد أوكي قال أبو عبد الرحمن وقد كنت سألت أبا محمد ابن يحيى ابن سعيد عن هذه القصة فحدثني أن أباه يحيى ابن سعيد يحيى ابن سعيد القطان أوكي okay? أنت العلماء حديث داندي أنت بنوليتي ينسنجا تقاس أنتو uh, 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 داندي أنت حديث يحيى بن سعيد القطان رحمه الله يحيى بن سعيد القطان بعثه الى معاذ يعني يحيى بن سعيد هنت انا جنب معاذ بن معاذ معاذ بن معاذ انت رؤلم علماء حديث ثقه فلم احفظه فحدثني احمد بن محمد عن ابيه بهذا طيب حدثني اسماعيل بن عبيد بن ابي كريم الحراني قال سمعت شبابه ابن سوار يقول اجتمع رايي وراي ابي النضر هاشم بن القاسم وجماعه من الفقهاء على ان المرسي كافر الله اكبر. سموا علماء فقه سبرتي ابو النضر هاشم بن القاسم هم؟ علماء فقه كتب كان بشر المرسي كافر جاحد ابو ماسوني جاحد تشام ام اتيس منافق كان الله نرى ان يستتاب فان تاب والا ضربت عنقه كان يرسل كنا بانجل اولي بومرينتا خليفه dan diberikan diminta untuk bertaubat dan tarik balik pendapat dia. Kalau tidak dia akan jatuhkan hukuman oleh pemerintah ketika itu. Baik. Dah saya ikhwan tengok ulama bagaimana mereka membidas uh, naam first time. Okey insya-Allah kita terus. Insya-Allah ikhwani doakan saya Allah Subhanahu wa taala bagi kesihatan supaya kita habis kitab ni. Wallah ikhwani kitab ni kena habis. Baru kita faham siapakah Jahmiyah dan insyaallah mereka akan pupus di Malaysia insyaallah bila kita sebarkan fahaman ulama seperti imam Ahmad seperti imam Yazid bin Harun seperti imam Malik dan fahaman imam Abdullah bin Abdullah bin Idris kita tengok fahaman Sufyan bin Uyainah Sufyan ats-Thawri kata ulama seperti uh, Yahya bin Sa'id Qattan kita akan tahu betapa jijiknya orang yang menafikan sifat Allah jijiknya لغه جهميه يمن ولا صفه الله الرحمن على العرش استوى. حدثنا اسماعيل ابن عبيد ابن ابي كريمه قال سمعت شباب ابن سوار سمعت سبوا شباب ابن سوار اليوم كي تكلنا الكتاب. شباب ابن سوار طيب. شبابه Dua kali kita dengar nama dia. Eh? Syababah. Kau apa dah ni? Allah pukul Tak pukul sebelas. Ya Allah. Sedap juga ni. <laughs> Inilah peluang kita ikhwan ni. Sebelum kita sakit nanti. Sebelum kita tak larat. Sebelum jadi mata pudar. Gunakanlah masa muda ni untuk belajar ilmu hadith. InsyaAllah. Syababah Ibn Sawar Abu Amrul Fazari. أصله من خراسان ونزل المدائن حدث بها وببغداد عن شعبة، مم. أنا أريد شعب شعبة، الله شعبة ابن الحجاج أستاذ سبو شعبة ابن الحجاج عالم الحديث أمير المؤمنين في الحديث شعبة ابن الحجاج قالوا جبو بونيت بو دانت حديث دي تنكب بجي خليفة أوه طيب شعبة ابن سوار ربونيا علماء ما آه. حدث عن شعبة وحريز ابن عثمان wa arqa ibnu amr wa yunus ibnu abi ishaq ibnu abi ishaq as-subi'i antara ulama bassar barakallahu fi akhy anwar uhabbuka fillah akhy anwar uhabbak allah alladhi ahbabtani ajli akhy anwar ingat, cinta kita kepada seseorang kerana allah kalau saya nanti silap dan mula melawan hadis bila awak tengok muhib mula melawan quran dan sunnah jangan suka tinggalkan terus ingat eh saya belepaskan diri barakallahu fik وابن أبي ذيب والليث ابن سعد أيوة الليث ابن سعد ربنا شباب ابن سوار أنا مريد الليث ابن سعد طيب سينا تاني سؤال سبكة سبقا سبكة الليث ابن سعد بلكه مهيب شرطة معناي الليث ابن سعد سينا تينق كوران فوكس كده بس كلية ساي تدي لباسه هو لباس سبكة بلا مهيب شرطة بس الليث ابن سعد جهمية ده الذي سأجا يزيد بن هارون كان أوغن تاني يزيد جهمية نأكلنا أمريكا ثاني دي سبوت باتش الرحمن على العرش استوى تاني دي باتش جهمية زركفلي كفلي نأكلنا الجهمية تاني دي الرحمن على العرش استوى أبو مأسونية جهمية دي منافقا كوجود الله التسعرش إتو جهمية دو بكر نأكلنا الجهمية ساتو جه همية يا منافك الله التسعرش با حديث مسلم صحيح مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم تانية بود ابراهيم يا جارية أين الله؟ حديث صحيح رواه الإمام مسلم والبيهقي وإمام مالك والإمام أحمد وإمام أبو داود والترمذي والنسائي والدارمي رسول الله صلى الله عليه وسلم تانيوم سأغادر بوأبر يا جارية أين الله؟ قالت في السماء Rasulullah SAW kata wahai jariah di manakah Allah dikata atas langit Rasulullah kata a'tiqha fa innaha mu'mina Rasulullah kata kepada Muawiyah ibn, uh, uh, Mu ibnu Muawiyah Abdul Hakam Sulami bebaskan dia dia beriman kepada Allah Jahmiyah mereka kata atas arash tidak ada tuhan itulah Jahmiyah baik Hari ini saya ada cerita mengenai Al-Layth ibn Sa'ad hari ini ah, Allah saya dah dah dedahkan كان سيد شيطان بس الليث بن سعد دانديه لان الامام مالك سامو ترف، لان لا. طيب. والليث ابن سعد وعبد الله بن العلاء بن زبر روى عنه احمد ايوه جديد شبابه ابن سوار قوروا امام احمد. روى عنه احمد بن حنبل ويحيى ابن معين يا سلام وابو خيثمه واحمد ابن ابراهيم الدورقي. مم. ترباي مامو، ترباي تريسة شيتة بسل الليث ابن سعد وعبد الله بن وهب وامام مالك. تيكاون دي تيكني. دي ساتو ترف. ذا ستياب سوغان ديكالنها مريكا. ادله اد مذهب. مم. شباب شبابة ابن سوار. ادله انا مريد الليث ابن سعد. ذا انا مريد ابن ابي ذئب. دان أنا مريد شعبة دان أنا مريد ورقاء ابن عمر ويونس ابن أبي إسحاق السبيعي دان دي جورو شباب ابن سوار أدله جورو إمام أحمد دان جورو يحيى ابن معين وأبو خيثمة وأحمد ابن إبراهيم الدورقي والحسن ابن محمد ابن الصباح الزعفراني والحسن ابن أبي الربيع والحسن ابن عرفة نعم Jadi Syababah Ibnu Sawar adalah guru Syababah Ibnu Sawar dia adalah guru Imam Ahmad. Baik. Jadi insya-Allah ikhwani kita berhenti di muka surat 100. Okey insya-Allah. Kita berhenti di muka surat 100. Kita berhenti kat sini insya-Allah eh. Kita berhenti di muka surat 100 kata-kata سبو شبابه ابن سوار سبو شبابه ابن سوار يا دلهجورو امام احمد بن حنبل دنجورو امام ابن ابي شيبه دنجورو ابو خيثمه دنجورو يحيى ابن معين ان شاء الله ان شاء الله. بارك الله فيكم روز تربي نعم تربي نعم جدي كات شبابه ابن سوار وعبد العزيز ابن ابان القرشي القران كلام الله. ومن زعم أنه مخلوق فهو كافر قرآن أدل كلام الله مريكا إن كانت القرآن إتو مخلوق ما كمريكا كافر الله أكبر حدثني محمد بن هارون الحربي قال سمعت أبا توبة الحلبي يكفر من قال القرآن مخلوق على سوغة نجي علماء دي أبو توبة الحلبي من كافر كان أغاني إن القرآن مخلوق وهذا أثر صحيح أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في النقد على بشر المريسي إمام الدارمي امبي كاتا يحيى بن يحيى آه النسابوري وابو توبه وعلي بن المديني يكفرون الجهميه. سبحان الله يا اخواني تيجوا راهم يا علماء امام احمد يحيى بن يحيى النسابوري وابو توبه علي بن المديني آه أب آه شبابه ابن سوار آه دانجوبا آه الليث بن سعد سفيان الثوري مريك من كافر كان اغنيا كانت القران مخلوق الله اكبر. طيب ان شاء الله شكرا استكائني اخواني اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ثبتنا على القران وعلى السنه اللهم فهمنا القران وفقهنا في الدين وعلمنا وعلمنا منهج السنه والسلف الصالح يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين اخواني جانا لوبا توغاس كامو شير كل يعني سو ان شاء الله sampai kepada orang ramai orang nak tengok tengok orang tak nak terpulang insyaallah kita sampaikan apa yang sahih من علماء السنه من كتاب السنه والرد على الجهميه كرنال الامام ابي عبد الرحمن عبد الله انا امام احمد بن حنبل ان شاء الله وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته